فعالة في الهجوم مرجم سجالة، اوعى تقول انك مشكلة، تعالى بص وخد توقيع، افضل كتير فيهم اتعوروا، ممنوع حد يصرصرنا، احنا اصلا مين يقدرنا، يا صحبة في ده يا ديعي، يا صحبة في ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد، تنسوش الاشتراكات واللايكات والحلقات، انا عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من في المستشفى البيطري، هو كده اهو، وما شاء الله يعني حاجة جامدة ما شاء الله، يعني هي المستشفى اهي. نخشوا نشوفوا بقى ايه الدنيا في المستشفى، النظام الرعاية بتبقى ازاي، مثلا اول يوم مثلا بيبقى ازاي، بكام مثلا. ووصلنا للمستشفى بعد البيطري، اسمها مستشفى اللوتس البيطري، دي في حتة مش عارف اسمها ايه، نسيت. طبعا الدكتور عاصم العياده بتاعته ما شاء الله ربنا يديه. هو المكان عشان انا نسيت بقى المكان فين بقى، احنا هنا احنا دي مستشفى لوتس البيطري جوه كومباوند زينيا عند الجامعه اللي فيها تجمع خالص كده. عرفت اهو، في اي حد بقى محتاج اي حاجه مستشفى ما شاء الله. كان ابو عمر كان واخد مني تايسون، طبعا فاكرين تايسون طبعا ما يتنساش، وكان واخد النتايه اللي ما كانتش شغاله وطلعت شرسه ما شاء الله دلوقتي يعني، وكان في مخلفه، وكان الجرو كان تعبان وجابه هنا اهو، وما شاء الله هنشوفه برده صحه الجرو. كان الجرو جايبه ما بيقومش وتعبان وبيعمل حمام دم، وتم بقى معالجته، وهنشوفه الكلب ان شاء الله دلوقتي ايه صحته. وكانت في الولاده والده قيصري برده، هحط لكم الصوره مع الدكتور عاصم، هحطها لك صوره. صورة واحدة؟ مفيش فيديو؟ لا هو كان مرضيش ساعتها. مشغولين في العملية بقى، مش ربنا يقويكوا اهو. انت بتعمل بقى هنا اهو كل حاجة. عمليات والسونار والتحاليل وكل حاجة، والحمد لله مرض استعملهم كويس ومشخص كويس والعلاج كله موجود. ربنا يا رب يقويكوا كده ويكرمكوا، واحنا اتشرفنا طبعا. طيب ناخدوا جولة كده، وطبعا في بقى شاور وفي يعني كل حاجة بتلاقيها هنا اهو ما شاء الله يعني. وهنشوفوا الجروة كانوا جايبينها ما بتتحركش، الجروة ايه ما شاء الله، وبيقصوا برضه شعر، بيقصوا ده، يعني كل حاجة اللي انت بتحتاجها لأليفك هتلاقيها هنا. والكلب اهو طبعا ده كان جاي مش قادر يتحرك، وفاء اهو، ده من عيال تايسون الكلب الرود اللي هو الشرس. طبعا بقى ده اتعمل له بقى
اتعلق بالمحاليل برضه بنعلق محاليل بندي كل الطاقه بتشتغل على محاليل وادويه للترجيع والنزيف وكده وبنبقى متابعين الحاله اول باول يعني بنشوف حتى عمل اسهال قد ايه رجع قد ايه بنغير على حسابها على اساسها المحاليل ونشوف حالته جايب دم كتير ولا ايه بنبقى متابعين دايما الموضوع يعني والحمد لله يعني نسبه عاليه من طيب هو بيختلف من حاله لحاله بيختلف من حاله لحاله يعني في اعراض بتختلف من كلب لكلب دايما بنلاقي كلب مثلا بيجيب دم كتير قوي كلب مثلا بيعمل شويه اسهاله بس ما بيرجعش مثلا في كلب يرجع كتير وما بيسهلش بيبقى بيختلف من حيوان للتاني فبنشوف الفرق ترجيع اكتر ولا اسهال اكتر في دم كتير ولا لا كميه قد ايه الحاجات دي وبنتابع طبعا الضغط والحراره بتاعته في كلاب بنحتاج نزلهم السكر بيهبطوا يعني بيتعامل معامله برضه زي البني ادم اللي هو بيبقى محاليل والعلاج المستوى بنستناه دايما اللي احنا نقدر عليه يعني طيب احنا لا قدر الله لا قدر الله في حالات مثلا من البارفو او الديستمبر ما بتقومش طبعا نسبه مش بنقدر نعالج كله طبعا يعني يعني مثلا بالذات مثلا لما حد مثلا بيجيب لنا خلفه بيبقى الموضوع ما لازم في حاجه على الاقل منهم مثلا تموت مثلا بيجي مثلا 6 أو 7 للاسف الكلاب في كلاب ما طيب احنا لو عايزين نتجنب مثلا نعرف مثلا الناس اللي لو احنا تجنب الحاجه بتاعت البارفو او الديستمبر ممكن يعمل ايه مثلا المربي اللي هو مثلا خلفت الجراوه عنده ومثلا بقوا عندهم 20 يوم او 25 يوم احنا دلوقتي بنشوف مثلا لو الام متطعمه ولا لا لان دي حاجه اساسي طبعا لان الام بتنقل المناعه دي للكلاب الجراوي عن طريق المشيمه وعن طريق اللبن السرسوب اللي هم بيرضعوه اول ما يتولدوا ماشي ففي مناعه بتبقى متكونه لو الام متطعمه طبعا ضد الفيروسات دي ماشي فدي ليها نظام ولو الكلبه يعني الكلبه متطعمه ليها نظام او الكلبه من الام مش متطعمه ليها نظام تاني هو في ناس بتطعم الكلبه قبل ما تولد ب 10 ايام لا ما ده ما بيلحقش النتيجه اصل ده غلط خالص يعني ممكن يعني مثلا لو واحد يعني الكلبة لسه مجوزة ممكن يطعمها مثلا؟ ممكن بس مش صح برضه الأحسن الكلبة تاخد تطعيماتها في الثانوية في معادلة لو هو برضه. مش مطعم مثلا الكلبة أو مش طعم مثلا التطعيم بتاعها الأساسي اللي هو بيبقى كل سنة هو مطعم وجوز بعديها مثلا بعد التطعيم ده مثلا سيان بست سبع شهور عادي ما هو تطعيم متجوز لا هي طعمها واخدة معادلها الثانوي خلاص تمام كده هي في اي حمايه تاخدها مثلا لما تيجي تتجوز حمايه من ايه لا هي مثلا على اساس مثلا ما يجيلهاش ما يجي يعني دور برد دور الديستمبر ما يجيش لا هي بص الكلبه الكبيره ما ان شاء الله لو الذكر نضيف وسليم واللي هي نضيفه وسليمه ما بيحصلش اي مشاكل والحمل بيمشي كويس ولو هي سنها مناسب ومثلا يعني متابعينها كويس في الحمل يبقى كله تمام يعني ان شاء الله طيب المفترض نطعم الجراوه على عمر قد ايه انا بقولش بقول لحضرتك هي حسب الام متطعمه ولا لا يعني لو ام متطعمه بنمشي على نظام ولو ام مش متطعمه بنمشي على نظام تاني طيب قول لنا برضه مثلا احنا مثلا بنمشي مثلا يعني احنا دلوقتي البروتوكول اللي احنا شغالين احنا بنغير حسب برضه التطعيمات اللي موجوده في السوق يعني مثلا احنا دلوقتي ماشيين بنظام لو الام مش متطعمه بندي ثنائي عند 28 يوم بندي بعديها ب 14 يوم الخماسي وبندي بعديها ب 21 يوم خماسي ده لو مش متطعمه ده لو الام مش متطعمه الام متطعمه لو الام متطعمه عادي معانا لحد 45 يوم ماشي بندي كورس يا اما 3 خماسي او 3 ثماني يعني في ناس بيحبوا الثماني فبندي 3 ثماني بين كل واحده والثانيه 21 يوم طيب انا متطعم مثلا الجروه عندي مثلا على عمر شهرين او 3 شهور بعديها بشهرين 3 جاله ديستمبر هو مثلا ممكن يجي من ايه وانا متطعم هو صعب الديستمبر يعني الديستمبر مش منتشر قوي زي البارفو يعني الديستمبر كمان اخطر من البارفو للاسف وحتى احنا يعني بنحاول يعني السيطره عليه صعب ان هو بيتنقل بالنفس مش زي البارفو ف يعني معنى برضو كلام حضرتك كده اللي انا ممكن اطعم كلبي وياخد كل التطعيمات وممكن يجي له هو الديستمبر صعب لان الديستمبر المناعه الجسم بتبقى اعلى عكس البرب يعني احنا بندي كل ده عشان البرب لكن بقيه الحاجات اللي في التطعيم يعني مثلا الهيباتايتس والادينو والميتراكايتس والحاجات الثانيه اللي موجوده في التطعيم دي بيبقى تطعيم او اثنين كفايه ليهم بيبقى الجسم كون مناعه منهم ديستمبر طبعا يعني بيكون كون مناعه كافيه ضدهم لكن البرب بيحتاج كذا تطعيمه عشان الكلب يستعمله حتى الكلب لو واخد مثلا 3 تطعيمات برضه في نسبه ضعيفه ان هو يجي له الفيروس. طيب هو ممكن الفيروس بقى بتاع البارفو او الديستمبر يجي نتيجه عن ايه؟ نتيجه ان الكلب مثلا نزل الشارع اكل مش نظيف جه اكله
لعب في حته مثلا جه بتحصل احيانا برضو حاجات كده الله اعلم تيجي ازاي يعني، بس هو احنا بنعمل اللي علينا وبنحافظ على الكلب لحد ما يخلص تعليماته وما ينزلش الشارع. يعني ممكن مثلا اللي معاه جار ينزل الشارع بيه بعد عمر قد ايه؟ بعد التطعيم الثالث او يعني يكون خلاص تم 3 شهور ينزل الشارع براحته. يبتدي ينزل مثلا على 4 شهور مثلا سنه. يعني على اساس ما يشمش من الارض هنا لهنا. برضه ناخد بالنا يعني برضه مهما كان الكلب والطعم خلاص تطعيمه. في ناس بتبقى فرحانه معاها الجار مثلا شهر ونص يروح واخده ونازل ويلعب ويتفسح بيه كده. مفيش مشكله بس برضه ياخد باله الكلب ما يروحش منه هنا ولا هنا ولا يشم حاجه غريبه ولا ياكل حاجه من الارض وكده فاهمني. بعد عمر 6-7 شهور بنبدا ايه القلق ده بيروح شويه. طيب سؤال اخير كده ورخم شويه بعد اذنك معلش. طيب في ناس ياما احنا يعني انا كمدرب مثلا او مدربين بنعاني من نقطه مع يعني مع نص الناس او معظمهم بيقول لك يعني انا عايز ادرب كلبي هجيب ابر شراسه اديها للكلب. لا مفيش حاجه. فانا احنا يعني برضو احنا يعني بنستشير برضو يعني دكتور برضو كبير زي حضرتك وفي مكان برضو محترم بنوصل برضو المعلومه لان انت دلوقتي الكلب يعني عامل زي الطفل بيروح المدرسه وبيفهم ويتعلم مش هياخد موس خد حط اهو فلاشه وخلاص انت كده ذاكرت ونجحت وتمام. مفيش حقنه كده يعني مفيش كده اصل في يعني نوعا من دكاتره يجي لك مثلا واحد بيبقى عايز يدرب كلب يقول لك لا انا رحت عند دكتور فلان واعطاني ابره شراسه. حقنه بتوجع صح؟ ما الواحد بيعاني مع الناس مهما تفهمه يقول لك لا انا رحت للدكتور واخدت ابره دي الابره عامله 150 جنيه وشراسه والكلب اللي جنك بقى اللي يقول لك ده الكلب بقى شرس. لا هو الموضوع ده ظريف والله بس يعني بس لا في ناس عندها وعي دلوقتي خلاص مش اللي بيجي لك اللي بيجي لك بتاع كلاب يعني بتاع الكلاب اللي بيجي يكلمك كده يقول لك ده انا ده انا اروح اجيب بس ابره شراسه واجيب لك الكلب تشغله لي يومين. الكلب بس فاضل له النطه فاضل له بس اللي هي الهوا هوا فبتلاقي يعني بتتعب مع الناس بس شغل المدربين مش تبعنا خالص يعني مفيش حاجه اسمها ابر شراسه. لا ممكن تبقى مثلا تديله ابره فيتامين حيوي والحاجات كده زي التنشيط بتوع الجيم. لا في فيتامينات والواي الحاجات اللي هي بتاعت الكلاب اللي بتعضل لكن مش شراسه لان الشراسه دي انت بتدرب الكلب على كذا على كذا على كذا. طيب احنا سعدنا يا باشا باللقاء مع حضرتك ومتشكرين قوي برضو من المعلومات اللي استفدنا ان في ناس بتبقى مش مقدرتها مثلا تروح لحد فبتبقى بتفهم عن طريق الفيديوهات برضو بتاعتنا. و ماشي يا فندم ما احنا صور مش ارقام التليفون. طيب اديكوا عرفتوا المكان. طب معلش برضو يعني اوصف برضو المكان تاني ربما حد ايه احنا جوه كومباوند زينيا ده في التجمع الخامس عند الجامعه الامريكيه. ربنا يا رب يوفقك يا دكتور ومن نجاح لنجاح كده اهو. طيب في حاجه ثانيه عمر عايز تصورها؟ نحبك. هنا اهو ماشي نخش وفي برضه شاور برضه وحاجات. طيب تعال نخش ونشوف الدنيا. ومعانا حاله اهي بتاخد شاور والكلب ما شاء الله متمزج جدا جدا جدا. متعود ده صاحب مكان او متعود ده فجاي قاعد مستقنيس خالص. اسمه ايه؟ زعفران. زعفران ازيك يا استاذ زعفران؟ طيب اهو طيب هتسلم؟ سلم طيب اهو عامل ايه؟ ايه الدنيا في الشاور ممكن تقول لنا احساسك ايه؟ مبسوطه اهو كده قال الاحساس. لا هو خلاص مش كيف من اللي يا الله ده غرق بقى خلي بالك. هو عشان ساند عليها مش هيعرف يساند. بص التبريئه قال له ابعد عني وسيبني انا واخد بص شاور. ف هو احنا ممكن يعني احنا بنفتح الشاور يبقى ايه اللي الشاور وانت طلعت معانا خلاص صوت وصوره. دي 10 دقايق عشان بس يبدا يحكي. بياخد ايه بقى الشاور عباره عن ايه؟ وريله الشامبو لعبه الشامبو. وميه بقى طبعا دافيه عشان الجو بيتنشف بقى ومفيش اشوار وكده. تعالى عمر اهو. شوف
الشغل اتمشي في تمام ومية مية وفوطة والشغل بقى والحركات دي الله ينور. دول برضو بياخدوا شاورات وكده اهو، ودي بتبقى حالات مثلا تعبانة اهو. ربنا يوفقكم ان شاء الله. اسفين للازعاج. يلا الف مبروك. زي ما انتم شايفين كده المكان ما شاء الله يعني فوق الممتاز. ما نرجعش عشان الدكتور واقف يعني، هو المكان ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيه. ونظافه رعايه، وفي حالات مثلا زي ما بيت، بس طبعا مش حالات يعني، مثلا لو حد مزنوق مسافر حد حاجه كده اهو، صح؟ يعني مثلا كام حاله كده اهو، لان برضو ايه المكان مش كبير قوي. ربنا يوسع عليهم بقى ونجيلهم في حته تانية يكونوا واخدين مثلا المكان ده كله كده. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يزيدك يا رب. دكتور عاصم من الناس المحترمه جدا يا استاذ احمد. كابتن فعلا بامانه، مش من الناس اللي هي مثلا ايه طماعه برضك ولا حاجه، لا. انا لما جيت هنا الكلب ولدت عندي قيصري بامانه، حسيت ان في بتعامل مع حاجه سلاسه معاه. اه يعني مش يروح مثلا زي دكتور مثلا تقف بكام قد كده، مفيش. لا 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 بامانه والله، مش عشان انا موجود او عشان حاجه، انا الكلب بقى لها هنا. ما هي اهم حاجه المعامله وال كان برضه يعني لله الحمد مفيش كلاب رد بالذات اللي انا عرفته. ايوه عشان المناعه تبقى ضعيفه بتاعت الرد. اه مناعين الكلبه صغيره يعني، ده جاره ما بالك الكبير. لا والحمد لله عدت يعني بفضل الله ثم رسول الله. الحمد لله والف مبروك على شفاء الكلبه، لان الكلبه ده اصل ده ذكر صح؟ كفايه الكلبه دي يعني من عيال تايسون، ف يعني حاجه بوم البوم يعني، ربنا يبارك له فيها كده ونشوفوها بقى وهي كبيره، ويجيبها لي بقى عشان اخليها له تعض بقى وتاكل الخشب. صح. تبقى بقى حاجه ايه من تايسون بقى، لان هو تايسون بقى ربنا افتكره الكلب، ف يعني حاجه تحزن يعني. لا كان تايسون حاجه ما بيفهمش، تمسك الجنزير بتاعه اللي يمسكه ياكله الكلب، جسمه غالي عليه تحط ايدك ما فيش. طيب احنا كده خلصنا اهو الفيديو بتاعنا، واتشرفنا طبعا بالدكتور والعياده والمكان الجميل كده اهو. وعمر جبت النمر عمر ولا نمر ايه؟ مش ايه؟ نمر ايه؟ ايوه تمام تمام. يلا ونهايه حلقتنا النهارده، نرجى ان تكونوا قد استمتعتم معنا. والى هنا سادتي وسادتي، تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء.